يقول النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل دأب الصالحين قبلكم، يعني الصالحين صفة من صفاتهم، الصالحين الذين كانوا قبلنا كانوا يقومون الليل، الله عز وجل أخبر عنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون آخر الليل، كانوا آخر الليل يستغفرون الله ويقومون بين يدي الله عز وجل ويتلون كلام الله سبحانه وتعالى. قيام الليل دأب الصالحين قبلكم، والله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مقرب إلى الله عز وجل، والشيخ قال شرف المؤمن الله وقربه من الله، وكذلك مكفر للسيئات ومنهات للإثم. والأخيرة ومطردة للداء عن الجسم، فين المرضى عن قيام الليل؟